السلام عليكم وأهلا بكم إلى أوراق مصرية، لأنها مصر التي إن تغيرت طالما بدلت مسار التاريخ، أصبحت تشغل العالم إذ تقترب من حافة المجهول وهي تنشد التغيير، لأنها مصر التي إن تغيرت طالما بدلت مسار التاريخ، أصبح لا يمر يوم إلا وتصدرت أخبارها وإرهاصاتها بعض أهم الصحف والبرامج في أقصى الأرض وأدناها، بينما تحول مستقبلها الغامض إلى ساحة مفتوحة لترقب وقلق وتكهنات من يعرفون ومن يظنون أنهم يعرفون، ومن تحولوا فجأة إلى خبراء في شأنها وهم يعرفون أنهم يجهلون. وندد النظام المصري الأسبوع الماضي بالتقارير المتكاثرة حول صحة السيد الرئيس وأسماء المرشحين لخلافته وغموض مستقبل الحكم، رغم أنها صدرت في معظمها في دول حليفة أو صديقة له مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا. ولأنها مصر التي يعرفها أبناؤها حقا وتتعلق بها مصائرهم وقلوبهم مهما تباعدت المسافات وضاقت السبل، فربما يكون حان الوقت للمصريين أن يقولوا كلمتهم فيسمعها العالم كما اعتاد واعتادوا عبر التاريخ. وانضم أكثر من 150 ألف مصري إلى قائمة الموقعين على قائمة المطالب السبعة للتغيير خلال الأسبوعين الماضيين فقط، ليزيد العدد الكلي للتوقيعات على نحو ربع مليون توقيع. فما الذي ينتظر مصر حقا في الأيام والشهور المقبلة؟ ولماذا تصر تقارير صحفية واستخباراتية غربية على أن مصر مقبلة على حدث تاريخي يتمثل في تغيير قريب في سدة الحكم بسبب ما تزعم أنه تدهور لصحة السيد الرئيس قد لا يمهله طويلا، رغم أنه ظهر خلال الأيام الماضية بصحة جيدة وإن كان شاحبا كما قالت وكالات الأنباء؟ فهل سيتمكن أنصار التغيير حقا من جمع المليون توقيع التي طلبها الدكتور محمد البرادعي بعد أن ألقى الإخوان ثقلهم وراء حملة جمع التوقيعات مؤخرا؟ ولماذا شاركتم أنتم أو لم تشاركوا في التوقيع؟ نريد أن نسمع آراءكم. وهل تكفي التوقيعات لإحداث التغيير وقلب التوقعات بشأن مستقبل مصر؟ أم أن طلاسم خوفنا من الفرعون المحفورة على جدار الزمن لا تنوي أن تسلم أسرارها لأحد في المستقبل القريب؟ فلنتابع هذا التقرير. ونبدأ تقريرنا بالجدل الدائر حول صحة الرئيس مبارك ومستقبل الحكم في مصر وردود الرئاسة عليها. ونبدأ من المصري اليوم. الصحافة الأجنبية تواصل الحديث عن ما بعد مبارك، البرادعي أخفق ولا وريث سوى جمال. عادت الصحف الأجنبية إلى محاولاتها لرسم صورة لنظام الحكم في مصر فيما سمته عصر ما بعد مبارك. وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في تقرير نشرته الأربعاء إن القاهرة تنجرف نحو المجهول فيما يتعلق بانتقال السلطة، وذكرت أنه حال عدم ترشح مبارك لولاية رئاسية جديدة فإنه ليس هناك وريث واضح للسلطة سوى نجله جمال. واعتبرت فاينانشيال أن الدكتور محمد البرادعي أخفق حتى الآن في تعبئة الرأي العام من أجل تحقيق التغيير والإصلاح الذي دعا إليه منذ عودته من النمسا إلى مصر التي يحكمها قانون الطوارئ منذ عام 1981. وتوقعت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية ألا تكتفي إدارة الرئيس باراك أوباما بموقف المتفرج، قائلة إنها قد تتدخل لإجبار الرئيس مبارك على إعلان خليفته. وتساءلت الصحيفة في تقرير لها بعنوان ما بعد الفرعون، هل ستتحول مصر إلى دولة إسلامية؟ وذكرت الصحيفة أنه في حالة إعلان الرئيس مبارك اسم خليفته فذلك يعني أنه أدرك ضرورة رسم مستقبل البلاد في الوضوح والعلن، ويعمل على إزالة الشكوك التي قد يستغلها الأصوليون والإخوان.
وركزت افتتاحية يدعوت أحرونوت الإسرائيلية تحت عنوان اتركوا مبارك وحده على كثرة تناول وسائل إعلام الدولة العبرية الحديث عن صحة الرئيس مبارك، داعية الجميع إلى وقف التحدث عن ذلك. وقالت إن انشغال إسرائيل بتتبع أنباء صحة مبارك يزعج القاهرة، مضيفة أن ذلك الأمر أصبح الرياضة الوطنية المنتشرة في إسرائيل. من اليوم السابع أيضا مجلة أمريكية على أوباما الاختيار بين التغيير أو الاستقرار في مصر، حيث دعت مجلة أمريكية الرئيس باراك أوباما إلى ضرورة الاختيار بين التغيير أو الاستقرار في مصر. وقالت مجلة سليت إن مصر تواجه الآن معضلة الاستقرار في مواجهة التغيير، فجيران مصر وحلفاؤها من الغرب يريدون استمرار النظام الحالي ويتوقعون ذلك، في حين أن الإصلاحيين في مصر يدعون إلى خلق حركة شعبية من أجل التغيير. النهار المصرية، التلفزيون الإسرائيلي يؤيد جمال مبارك. كشفت مصادر إسرائيلية عن تأييد إسرائيل والولايات المتحدة لوصول جمال مبارك أمين السياسات في الحزب الوطني إلى السلطة وحكم مصر. قالت المصادر الإسرائيلية الرئيس الأمريكي باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية يعلمان حقيقة الوضع الصحي للرئيس مبارك ويؤيدان وصول نجله جمال للسلطة. أشارت المصادر إلى أن كافة تقارير المخابرات في إسرائيل والولايات المتحدة تتوقع استمرار جمال مبارك في اتباع سياسة والده في قضية السلام ودفع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما أشارت مصادر سياسية رفيعة المستوى في تقرير للقناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيلي إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد والملك عبد الله عاهل الأردن نجحا بعد وصولهما إلى الحكم في تثبيت مكانتهما. المصري اليوم، رئاسة الجمهورية، المسؤولون يلهثون وراء مبارك ليواكبوا سرعة حركته ولن نرد على شائعات مرضه. نفى السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ما تردد مؤخرا حول مرض الرئيس حسني مبارك، وقال إن النشاط المكثف للرئيس خلال الفترة الماضية خير رد على تلك الشائعات التي روجتها تقارير من دوائر إسرائيلية وأمريكية، مشيرا إلى أن حجم الرئيس مبارك ومصر يجعل هذه التقارير تنتقل من مكان لآخر. وأكد عواد أن مؤسسة الرئاسة لا تعتزم التصدي لمثل تلك التقارير. طبعا هذه التقارير التي انتشرت في الصحف الغربية والإسرائيلية مؤخرا وكلها تجمع على ما يزعمون أنه تدهور لصحة السيد الرئيس، يعني طبعا نحن نتمنى أن تكون كل هذه التقارير غير صحيحة، وكما قلنا دائما نحن نتمنى يعني الشفاء لكل مريض وللسيد الرئيس موفور الصحة، في نفس الوقت الذي نتمنى فيه لمصر أن تتغير وأن تتحول نحو الديمقراطية دون أي تأخير. هذا يعني أمر منفصل، لكن يجب أن ننظر في هذه التقارير لماذا كلهم يقولون نفس الكلام. يعني في إسرائيل التي طبعا كما نعرف جميعا صدرت فيها تصريحات مؤخرا تتحدث يعني عن أهمية يعني الرئيس مبارك ودوره، وحتى بعضها وصفه بكنز استراتيجي لإسرائيل، لماذا تصدر هذه التقارير في إسرائيل يعني وهم يعني يمدحون الرئيس بهذا الشكل؟ لماذا يعني هل هم شمتانين في الرئيس؟ هل هم زي ما نقول في مصر يشنعون على الرئيس أنهم متعاطفون معه؟ وكما قالت يدعوت أحرنوت في التقرير يعني أنهم اكتشفوا أن هذا يأتي ربما بنتيجة عكسية، فأخيرا وصلوا إلى أنه من الأفضل ألا يتحدثوا عن هذا الموضوع. طبعا الرد المصري كان واضحا جدا، الرئاسة قالت أنه الحمد لله السيد الرئيس في صحة جيدة، وأنه يعني هذا كلام يعني ربما وراء ابتزاز، وأنه الهدف هو الضغط على مصر وعلى الرئيس لكي يضغط على الرئيس الفلسطيني في موضوع استئناف المفاوضات
المباشرة، هذا هو تفسيرهم. وحتى قالوا أنه يعني الوزراء يلهثون وراء السيد الرئيس، أنه مش ملاحقين يعني على نشاطه، أنه هو يعني من كتر ما في نشاط وفي حركة. وكمان نشروا جدول أعمال سيكون في زيارات في داخل مصر. موقف إسرائيل واضح من موضوع الخلافة، تأييد للسيد جمال مبارك كما ورد في التلفزيون وعدة صحف. إن كان هذا يضر أو ينفع، هذا ما سنراه. بالنسبة للولايات المتحدة هناك تضارب واضح جدا، كما ورد في نيويورك بوست أن الولايات المتحدة، أو كما زعمت الصحيفة يعني، الولايات المتحدة ضغطت على الرئيس مبارك لكي يجري انتخابات رئاسية مبكرة أو يعين خليفة له فورا. ده ينم عن أنهم يتوقعون أن تكون يعني هناك مشاكل وقلق في الانتخابات الرئاسية في حال أجريت في غياب السيد الرئيس. ولكن في نفس الوقت هناك من نسب إلى السيد فرانك ويزنر، وهو سفير أمريكي سابق في القاهرة، قوله أن الولايات المتحدة بالفعل تعرف من هو الرئيس المقبل لمصر، وأن هذا الرئيس المقبل بدأ أو يسعى حاليا إلى التقرب من واشنطن. طبعا لم يقل من هو هذا الرئيس، وطبعا هذا كلام هو على مسؤوليته. هذا الجدل حول صحة السيد الرئيس والخلافة تجدد بشكل واسع، كل العالم كله مهتم كما ذكرنا في المقدمة. لا يمر يوم إلا وصحيفة عالمية كبرى أو قناة إخبارية كبيرة تهتم بهذا الموضوع، وربما يكون طبعا المصريون أولى منهم يعني بالاهتمام. ولكن هذا الاهتمام بمستقبل مصر توازى مع تنشيط لحركة التوقيعات في الداخل. حركة الإخوان المسلمون نجحت في أن تجمع، يعني زي ما شفت على الموقع قبل البرنامج مباشرة، 155,000 توقيع خلال يعني أسبوعين ويمكن يومين أو شيء. 155,000 توقيع دول خلال وقت يعتبر طبعا قصير بالنسبة، لأنه الجمعية الوطنية كانت جمعت منذ مارس الماضي وحتى الآن حوالي 80,000، وهذا أيضا رأيناه على الموقع. بس في المحصلة معناه أن التوقيعات الآن تزيد على 250,000. التوقيعات لم تعد على الإنترنت فقط، هناك شيء اسمه حملة طرق الأبواب. هناك شباب ينزلون للشوارع يطرقون الأبواب ويطلبون من الناس التوقيع، تشارك فيها الإخوان ويشارك فيها أحزاب مثل الغد والجبهة، ويشارك فيها حركات شعبية 6 إبريل وغيرها. هناك شباب من كل الأطياف يجمعون التوقيعات. ما معنى هذا بالنسبة لمستقبل مصر؟ نريد أن نسمع منكم طبعا في الجزء الثالث من البرنامج عندما نفتح الخطوط. ولكن من هم المرشحون المفترضون لخلافة السيد الرئيس؟ هؤلاء ليسوا بالضرورة المرشحون أو المرشحين النهائيين، يعني هؤلاء ناس يتصدرون الساحة الآن. نحن لا نعرف ولا أحد يعرف إن كان بينهم فعلا الخليفة المنتظر، ولكن دعونا ننظر في هؤلاء الناس. وإحنا اخترنا 5 على سبيل يعني الأكثر شهرة الأكثر تقدما، ولكن كما سنرى ربما لا يكونوا يعني هم القائمة النهائية. تعالوا ننظر من هم هؤلاء المرشحون. المرشحون المفترضون لخلافة الرئيس حسني مبارك: أولا، اللواء عمر محمود سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الحالي، ولد في 2 يوليو عام 1936، ينتمي إلى محافظة قنا في جنوب مصر. تلقى تعليمه في الكلية الحربية بالقاهرة، من بعد ذلك تلقى تدريبا عسكريا إضافيا في الاتحاد السوفيتي السابق، ودرس أيضا العلوم السياسية في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس قبل توليه إدارة المخابرات العامة عام 1993. عمل رئيسا لفرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة، ثم مديرا في المخابرات العسكرية، وهو متزوج وله 3 بنات. ثانيا، جمال مبارك،
أو جمال الدين محمد حسني سيد مبارك، وهو الأمين العام المساعد وأمين السياسات للحزب الوطني الديمقراطي، وهو الابن الأصغر للرئيس المصري حسني مبارك. ولد في القاهرة عام 1963، ووالدته هي سوزان مبارك. انضم جمال مبارك إلى الحزب عام 2000. شهد عام 2002 صعوده القوي في سلم الحزب بتوليه خطة أمين لجنة السياسات التي تتولى رسم السياسات للحكومة ومراجعة مشروعات القوانين التي ستقترحها حكومة الحزب قبل إحالتها إلى البرلمان. أصبح منذ نوفمبر 2007 تاريخ المؤتمر التاسع للحزب يشغل منصب الأمين العام المساعد وأمين السياسات. درس جمال في المرحلة الابتدائية بمدرسة ميسيس وودلي الابتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة، ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية في عام 1980، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا فرع القاهرة، ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهو يعمل بصفة عامة في مجال الاستثمار البنكي. وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001. ثالثا، صفوة الشريف. الاسم محمد صفوة الشريف، مواليد 19 من ديسمبر عام 1933، محافظة الغربية. الدراسة بكالوريوس في العلوم العسكرية، دراسات متخصصة في الإعلام والاتصال والرأي العام والأمن القومي في بريطانيا وألمانيا. الوظائف السابقة منذ عام 1957 وحتى عام 1968 ضابط في جهاز المخابرات العامة. منذ عام 1975 وحتى عام 1977 مدير عام الإعلام الداخلي في الهيئة العامة للاستعلامات. منذ عام 1977 وحتى عام 1978 رئيس قطاع ونائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. منذ عام 1978 وحتى عام 1980 رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. منذ عام 1980 وحتى عام 1982 رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون. منذ عام 1982 وحتى عام 1983 وزير دولة للإعلام. منذ عام 1983 وحتى عام 2004 وزير الإعلام. الوظيفة الحالية 2002 أمين عام للحزب الوطني، 2004 رئيس مجلس الشورى. رابعا، الدكتور محمد البردعي. الدكتور محمد مصطفى البردعي ولد في حي الدق في محافظة الجيزة في مصر يوم 17 من يونيو عام 1942. تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة سنة 1962 حاملا درجة ليسانس الحقوق، وهو متزوج من عايدة الكاشف وهي مدرسة في رياض أطفال مدرسة فيينا الدولية ولديهما ابنان. بدأ حياته العملية موظفا في وزارة الخارجية المصرية في قسم إدارة الهيئات سنة 1964، حيث مثل بلاده في بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وفي جنيف. سافر إلى الولايات المتحدة للدراسة ونال سنة 1974 شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من كلية نيويورك الجامعية للحقوق. عاد إلى مصر في سنة 1974 حيث عمل مساعدا لوزير الخارجية إسماعيل فهمي، ثم ترك الخدمة في الخارجية المصرية ليصبح مسؤولا عن برنامج القانون الدولي في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث سنة 1980. التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في سنة 1984 حيث شغل مناصب رفيعة، منها المستشار القانوني للوكالة، ثم في سنة 1993 صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية حتى عين رئيسا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1 ديسمبر عام 1997، وأعيد اختياره رئيسا لفترة ثانية في سبتمبر عام 2001 ولمرة ثالثة في سبتمبر عام 2005. وفي أكتوبر 2005 حصل محمد البردعي على جائزة نوبل للسلام
مناصفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. خامسا الدكتور أيمن نور، أيمن عبد العزيز نور من مواليد 1964، تخرج من كلية الحقوق عام 1984 وحصل على الدكتوراه عام 1995، سكرتير عام حزب الوفد بالقاهرة منذ عام 1993 وحتى عام 2000، وعضو الهيئة العليا للحزب وسكرتير الجمعية العمومية للحزب، نائب زعيم المعارضة بالبرلمان المصري منذ عام 1990 وحتى عام 2000، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد. في عام 2000 أسس حزب الغد الليبرالي، فاز بلقب أفضل نائب في دول البحر الأبيض المتوسط عام 1998، ظل نائبا عن الأمة المصرية منذ عام 1995 وحتى تم رفع الحصانة البرلمانية عنه وإلقاء القبض عليه من داخل البرلمان عام 2005 بتهمة التزوير، حيث سجن لأربعة أعوام بعد محاكمة قال إنها سياسية. انتخب رئيسا للحزب في 5 نوفمبر عام 2005، تقدم يوم 27 يناير 2005 للقيادة السياسية للحزب الحاكم أمين عام الحزب بوثيقة للإصلاحات السياسية المطلوبة 1200 صفحة بعنوان أجندة الغد للإصلاح. وقبل بدء أول جلسات الحوار الوطني ب96 ساعة تم اعتقاله من داخل البرلمان لمدة 48 ساعة من تقديم وثيقة الإصلاح. أعلن ترشيحه لانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 9 مارس عام 2005 من داخل سجنه، وحل ثانيا من بين 10 مرشحين منافسين. سادسا شخصية عسكرية مجهولة. يعني شخصية عسكرية مجهولة، هل يكون هذا هو الجواب؟ لا نعرف. طبعا تذكرون عندما سئل السيد الرئيس في إيطاليا عن اسم خليفته فأجاب الله أعلم. يعني ربما تكون هذه فعلا هي الإجابة الأكثر دقة، رغم أنف فرانك ويزنر السفير الأمريكي الأسبق في القاهرة الذي قال أن الولايات المتحدة تعلم من هو الرئيس المقبل. على أي حال طبعا صعب جدا يعني نوجز فرص كل هؤلاء، وكما قلنا أن هؤلاء ليسوا المرشحين النهائيين وليسوا كل المرشحين، هناك مرشحون آخرون، ولكن هم الآن هم يبدون وكأنهم الأبرز. إذا بدأنا من النهاية، الشخصية العسكرية المجهولة التي كثر الحديث عنها مؤخرا بأنها ربما تتقدم للانتخابات يعني كمرشح مستقل، وهذا تسمح به المادة 76 حاليا بعد أن يحظى هذا المرشح بدعم عدد من النواب في المجالس البرلمانية والمحلية. هذه الشخصية من تكون؟ لا أحد يعرف، لا أحد يملك الإجابة. هناك تكهنات منشورة مثل الفريق أحمد شفيق، وهو وزير الطيران الحالي، رجل محترم في مجال الطيران، كان رئيسا للقوات الجوية، بل ليس فقط هذا ولكن مكث أطول فترة في القوات كرئيس يعني للقوات الجوية، هذا طرح اسمه. لا نعرف طبعا، هناك نتحدث عن آخرين، لا نريد أن نذكر أسماء يعني كثيرا، ولكن شخصية عسكرية. ونتذكر أنه عندما تم اختيار الرئيس حسني مبارك كنائب للسادات، هو أيضا كان شخصية عسكرية يعني ليست معروفة كثيرا في الوسط السياسي، كان قائدا عسكريا ولكن ليس يعني اسمه مشهورا في الساحة السياسية، فهذا شيء حدث في الماضي. بالنسبة للواء عمر سليمان، طبعا هذا رجل اكتسب خبرة كبيرة في العمل السياسي إلى جانب العمل الأمني، ويمسك فعلا بالملفات الأكثر أهمية حاليا في السياسة الخارجية المصرية، يحظى باهتمام واحترام كبيرين داخل مصر وخارجها. طبعا سنه يعني ان هو في السبعينات، تقريبا في منتصف السبعينات،
هناك من يقول أنه ليس بالضرورة أن يكون هو الرئيس، ولكن ربما يكون هو صانع الرئيس المقبل، بمعنى أن من يؤيده اللواء عمر سليمان ربما يكون عنده حظوة أو فرصة كبيرة في أن يكون هو الرئيس المقبل. السيد صفوت الشريف هناك من اعترض على إدراجه ضمن هذه اللائحة، ولكن فلنتذكر أنه بإجماع كثيرين يعني هذا الرجل هو أدهى السياسة في مصر، هذا الرجل هو رجل المؤسسة، هذا الرجل هو أحيانا حتى يقال أنه صوت المؤسسة. وكان له تصريح مهم مؤخرا قال أن الحزب الوطني لن يرشح أي شخص يثير ترشيحه يعني استياء أو قلقا في المجتمع، فهذا ربما هو صوت المؤسسة وربما يكون له دور مهم كأمين عام للحزب الحاكم، يعني الشخصية الثانية بعد الرئيس مباشرة في الحزب ربما يكون له دور في اختيار الرئيس. طبعا السيد جمال مبارك يعني في جدل كثير، هناك من قال إنه سيناريو التوريث تراجع حاليا، ولو كان هناك فعلا سيناريو للتوريث مع التكهنات حول تدهور صحة السيد الرئيس لكان السيد جمال الآن في كل وسائل الإعلام يتم تجهيزه وتلميعه. عموما عندنا فاصل، خلينا نروح ونكمل النظر في هذه القائمة بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا. كنا نتحدث عن السيد جمال مبارك كمرشح محتمل، وكما قلنا أن هناك تضارب شديد في هذا، هناك من يعتقد أن هذا السيناريو المعروف بالتوريث قد انتهى بالفعل الآن، ليس فقط بسبب يعني كما يعتقد البعض بسبب عودة الدكتور البرادعي، ولكن بسبب أن ببساطة شديدة أن المؤسسة اعترضت عليه، المؤسسة وكما ربما يستنبط من تصريح السيد صفوت الشريف لا تريد مرشحا يثير يعني معارضة أو يلقى معارضة شديدة من المجتمع المصري، المؤسسة كانت دائما حريصة على أمن مصر واستقرارها، المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية رغم كل شيء، ورفضت دائما أن تتدخل ضد الشارع. هذا حدث في 18-19 يناير 1977 وغيرها من المناسبات، كانت ترفض دائما أن تواجه الشارع، إذا الشارع تحرك ضد التوريث أكيد المؤسسة ستنحاز كما فعلت دائما إلى الأمن والاستقرار، هذا هو الأساس. ولكن طبعا لا أحد يعرف، السيد جمال مبارك يبقى المرشح الأقوى من داخل الحزب الوطني، المادة 76 إذا لم تتغير تبقى وكأنها تبدو كأنها مفصلة عليه، يعني أن هو يكون هو المرشح. ومع هذا كان هناك تصريح أيضا للسيد فتحي سرور اللي هو دكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، قال أنه ربما يتم تعديل المادة 76 قبل انتخابات الرئاسة، يعني انتخابات الرئاسة لسه ما زال عليها أكتر، يفترض يعني إذا أجريت في موعدها المقرر أكتر من سنة، وبالتالي ربما يكون هناك فرصة لتعديلها ويكون هناك فرصة لدخول منافسين آخرين، هذا شيء لا يعلمه حتى الآن إلا الله. إذا مررنا إلى الدكتور البرادعي، طبعا كان هناك جدل واسع الأسبوع الماضي حول ما إذا كان الدكتور البرادعي ما زال يحتفظ بنفس الشعبية، وهذا كان سببه تقارير غربية في صحيفة التايمز البريطانية والنيويورك تايمز الأمريكية أنه شعبيته تراجعت، وبالنص قالت صحيفة التايمز أنه he's losing ground، يعني بدأ يتراجع ولم يعد الناس يثقون في برنامجه كما كان من قبل. ولكن طبعا هذا تزامن مع كما ذكرنا في الجزء الأول مع زيادة عدد الموقعين على الربع مليون،
ولكن طبعا هناك من سيقول أن التوقيع على المطالب لا يعني بالضرورة دعم البرادعي. الجمعية الوطنية للتغيير فيها مرشحون آخرون للرئاسة مثل الدكتور أيمن نور والأستاذ حمدين صباحي، وبالتالي هذه المطالب هي مطالب كل الشعب، لا يمكن أن يقال أن هي مطالب البرادعي أو مطالب الإخوان. والدليل على هذا أن من يجمعون التوقيعات الآن هم ينتمون إلى كل الطيارات، وإن كان طبعا الإخوان قد أظهروا يعني ثقلهم ووجودهم الشعبي عندما تمكنوا من يعني جمع ضعف عدد التوقيعات التي جمعتها الجمعية في خلال الأسبوعين الماضيين، يعني في أسبوعين جمعوا ضعف ما جمعته الجمعية في 4 شهور، وهذا يظهر طبعا مدى وجودهم الشعبي. الدكتور البرادعي لم ينضم إلى أي حزب، وبالتالي حسب المادة 76 هو ليس عنده فرصة الآن وليس أمامه مجال للترشح، ولن يكون مرشحا في الانتخابات إذا أجريت حسب المعطيات الحالية. أخيرا دكتور أيمن نور، أخيرا وليس آخرا، طبعا هذا الرجل جرب، ورغم أنه عنده مشكلة في المادة 76 وعنده مشكلة في موضوع الحكم الذي صدر ضده، ولكنه عنده دأب وإصرار شديد على أن يشارك في الانتخابات المقبلة، يقوم بجولات شعبية، وأنا كنت شاهدا على واحدة منها، وأقول أنه يتمتع بشعبية على الأقل فيما شاهدته أنا في دائرته باب الشعرية في القاهرة وأيضا في الأسكندرية. يعني هو مصر على المشاركة، وربما يعني وإن كان هذا مستبعد أمام كثيرين، ولكن ربما ينجح في هذا لا أحد يعرف، ولكن هذا شخص جرب، جاء في المركز الثاني في الانتخابات السابقة، والنظام نفسه قال أنه حصل على نحو 500,000 صوت أمام الرئيس مبارك. طيب يعني هذه كما قلنا ليست قائمة نهائية، وقد لا يكون أي من هؤلاء هو الرئيس المقبل، ولكن هؤلاء هم الأبرز الآن. ما رأيكم أنتم؟ من هؤلاء في رأيكم هو المرشح المناسب إذا كان هناك مرشح مناسب، ومن الأصدق في رواياته؟ هل فعلا تم اختيار الرئيس كما تقول أو كما يقول السفير الأمريكي الأسبق، أم أن زي بيقولوا في مصر الكورة ما زالت في الملعب، وأن موقفكم أنتم الشعب الشارع المصري ربما يكون له دور مهم إلى جانب دور المؤسسة طبعا. عموما إحنا عندنا استعراض ل يعني الساحة، ما موقف الساحة، يعني ما يجري في الساحة المصرية الآن. عندنا حوارين مع 2 من أهم السياسيين في مصر، الأستاذ الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، استعرض فيه هذا الموضوع ومواضيع أخرى، دعونا نتابع. التغيير السياسي في أي مجتمع في ظروف مصر ليس مسألة سهلة، وليس مسألة هيقوم بها حزب واحد ولا رجل واحد ولا قائد واحد. التغيير هو مطلب شعبي جماهيري من كافة القوى السياسية في مصر. لماذا؟ لأن الأوضاع الآن في مصر ما بتسرش الغالبية العظمى للمصريين. هناك نقص في الديمقراطية، هناك عيوب في الأداء الاقتصادي، هناك ملايين المصريين الذين يعيشون معيشة دون مستوى الحياة الأدمية، هناك 30% و40% المصريين يعيشون في أمية، هناك تفاوت هائل بالطبقات، هناك مشاكل حقيقية. الحزب الوطني قام بجهد في حلها، أهلا وسهلا، ولكن إذا كانت مصر قد وصلت إلى هذا الحد من الفشل من التعثر، يا أخي يدوا فرصة لقوى تانية لأحزاب تانية. وبالتالي نحن كحزب جبهة ديمقراطية عندما يعني رحبنا بالدكتور البرادعي لم نرحب به لمجرد أنه يعني رجل هيكون هو زعيم المعارضة في مصر على الإطلاق. نحن رحبنا بالدكتور البرادعي ضمن ترحيبنا بكل القوى السياسية المصرية والشخصيات المهمة التي يمكن أن تشارك في إنضاج الحركة السياسية المصرية. رحبنا بالبرادعي مش لأنه هو نؤيده كمرشح للرئاسة، لا، إحنا قلنا بوضوح نحن ندعم حق الدكتور البرادعي في الترشح للرئاسة، وحق أي مواطن مصري آخر يجد في نفسه المؤهلات لكي يرشح لهذا المنصب. إحنا في الحقيقة مش بنتكلم على البرادعي كشخص، نتكلم على حق المواطنين المصريين في أنهم يختاروا بحرية رئيس الجمهورية، أن هم
يسعوا وبداء لإصلاح في النظام السياسي. إذا البرادعي عمل كده نحن نؤيده. أضف إلى هذا في الحقيقة أننا لو أردنا أن نوصف البرادعي هو ينتمي أكثر إلى التيار الليبرالي في الحياة السياسية، وحزب الجبهة الديمقراطية حزب ليبرالي، يعني حزب يضع على رأس أولوياته الديمقراطية، المواطنة، الدولة المدنية، كل هذه القيم التي يسعى إليها البرادعي هي نفسها التي يسعى إليها حزب الجبهة الديمقراطية. طب يعني هل ليبرالية البرادعي هل يعني هي تكون واحد من أسباب ضعفه أو قوته يعني بمقارنة طبعا بوضع الليبرالية في مصر بشكل عام، هل هي عامل مساعد ولا عامل لا 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 معلش، هو مع تقديري لهذا السؤال الليبرالية أهم تيار سياسي في مصر منذ بعد من يعني مثلا؟ لا يعني مصر تطورها السياسي طبعا الأصل هو الفكر الإسلامي بحكم ده التراث الطبيعي. أهم توجه سياسي بعد الإسلامية في مصر هو طبعا الليبرالية، بدليل أن الذي حكم مصر بشكل قوي وناجح في 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 في, في أول 30 سنة بعد الاستقلال من 22-52 ما كانش لا حزب اشتراكي ولا حزب شيوعي ولا حزب إسلامي، مش كده ولا إيه، ولا حزب قومي، ده كان حزب ليبرالي وحزب الوفد، وبالتالي فالليبرالية قديمة في مصر يعني ولها أصولها. كان رمز محاربة الاستعمار، فبالتالي الناس التفوا حوله كرمز للوطن المصري بدور إنه ليبرالي. لا لا، الوفد طبعا هو الذي مثل الليبرالية السياسية في مصر منذ اليوم الأول، لأن الوفد كان إذا أنت رجعت للدستور 23 هذا الدستور كان نسخة من الدساتير التي كانت سائدة في أوروبا الليبرالية في ذلك الوقت. يعني إيه الليبرالية؟ هي الديمقراطية، حرية الصحافة، حرية الإعلام، الحفاظ على الحريات الأساسية للمواطن الفرد، هي دي قيم الليبرالية اللي كانت موجودة في مصر من 22-52. بالتالي صحيح الليبرالية ما بتستخدمش بمعنى بالكلمة، إن من حيث المضمون طبعا حزب الوفد كان هو رمز الليبرالية في مصر. ولكن يعني مقارنة بالواقع اليوم يعني حزب الوفد أو حزب الجبهة بصراحة يعني هناك يعني من يقول أن هذه أحزاب يعني ورقية ليس لها وجود حقيقي في الشارع، وبالتالي يعني يمكن التيار الإسلامي مثلا يكون عنده وجود أقوى، يمكن المصريين حتى لهم وجود أقوى. لا لا يعني أنا شوف أنا راجل بتاع زي ما أنا راجل بتاع سياسة راجل بتاع علوم سياسية، الكلام ده كله لازم يكون مبني على دراسة واقعية للمؤتمر. مصر ما فيهاش أحزاب، مش ما فيهاش حزب ليبرالي، لا أنا أدعي الحزب الوطني ما هوش حزب، الحزب الوطني ده مجموعة مصالح، وبدليل أن الحزب الوطني ممكن إذا الرئيس مبارك تخلى عن رئاسته بعد 24 ساعة هيتفك خالص، زي ما حصل أن الحزب الوطني أو حزب الاتحاد الاشتراكي أو تفكك بعد ما في مدات انور السادات ومجيء الحكم. يعني عايز اقول لك انه لا الحزب الوطني لا الحزب الوطني حزب حقيقي، والاحزاب السياسيه كلها بتعاني من الضعف بسبب المناخ العام، المؤسسات السياسيه في مصر كلها ضعيفه، لا يستطيع احد بارز علوم سياسيه يقول لي مثلا ان البرلمان المصري برلمان قوي، لا البرلمان المصري لاسباب كثيره مفهومه ضعيف مش قوي. يعني عايز اقول لك انه هناك ضعف في المؤسسات السياسيه في مصر، مش في الأحزاب السياسية في مصر ولا حزب الوفد، لا بس أنا أعقم هذا بكثير، ده كله تراث النظام الذي تكون في مصر من 52 حتى الآن، حيث المؤسسات السياسية كلها ضعيفة. أما مين اللي قوي؟ اللي قوي رئيس الجمهورية كفرد والقوات المسلحة وبس. طب بمناسبة البرلمان ورئيس الجمهورية، حضرتك رفضت مؤخرا قرارا من الرئيس مبارك بتعيينك عضوا في مجلس الشورى رغم أنك كنت عضوا معينا في الماضي، إيه السبب؟ أنا اعتذرت عن عضوية المجلس هذه المرة لأن في الحقيقة أولاً أنا كان لي تجربتي السابقة، وكنت أنا عضو في مجلس الشورى قبل كده 15 سنة في الحقيقة من سنة 95، إنما في الحقيقة ما كان جائزاً من 15 سنة و 20 سنة لم يعد جائز الآن. يعني أعتقد الأوضاع اختلفت كثيراً، أنا قبلت التعيين في هذا الوقت علشان كنت أحب أشوف إيه اللي بيحصل، يعني وأدي نفسي فرصة لأفهم ولكي أتفاعل ولكي أحاول. مجلس الشورى أنا من حيث الفكرة والمبدأ ممكن جدا يكون مجلس فعال، إنما المشكلة هي طريقة اختيار مجلس الشورى، طريقة التعيين ومعايير تعيين مجلس الشورى، دي طبعا مسألة عليها ملاحظات كثيرة يعني. فأنا إذا كنت قبلت قبل كده كان من الصعب علي أن أكرر هذه التجربة، وخصوصا حاجتين، إن حزب الجبهة الديمقراطية أصدر بيانا وقرارا بمقاطعة الانتخابات سواء الشورى أو مجلس الشعب، بالتالي أنا ما أقدرش أمنع عضو عندي بأن يرشح نفسه في الشورى ثم أقبل على التعيين، كلام يعني لا يليق ما ينفعش، فكان من المحتم على أرفض. المسألة الثانية بقى ولا تقل أهمية،
أن انتخابات مجلس الشورى هذا العام كانت في الحقيقة لا انتخابات. مصر شهدت فضيحة في هذه الانتخابات وليست انتخابات، وبالتالي تجعل أي إنسان يدخل هذا المجلس يشعر بالخجل أو بأنه يضحك على نفسه، لأن هناك في شيء ما مش مظبوط. وأنا حزين ومندهش للطريقة التي جرت بها انتخابات مجلس الشورى هذا العام. لم تكن هناك انتخابات على الإطلاق، وأنا أقول هذه الكلمة وأنا أعي ما أقول للأسف الشديد. وإيه معناه بقى بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسية؟ أنا الحقيقة متخوف جدا، لأنه ده معناه، لأننا إذا كان اعتبرنا هذه سابقة فدي كارثة، لأنه إذا جرت انتخابات مجلس الشعب بهذا الشكل فقطعا نحن مقبلون على أزمة سياسية حقيقية، ونحن مقبلون على مأزق ومشكلة حقيقية، ومصر مقبلة على فترة يعني يصعب جدا تصورها في الحقيقة. الانتخابات الرئاسية، وهذا ينطبق أيضا على الانتخابات الرئاسية طبعا، لأنه كلها علامات استفهام غير واضحة، لا أحد يملك إجابة واضحة عنها. من هو رئيس المقبل؟ لا أحد يعرف، لا أحد يعرف. لكنه مرشح حزب الوطني أيا كان اسمه؟ لا، مش شرط يكون مرشح حزب الوطني هو اللي يجي أبدا. مصر الحقيقة مقبلة على فترة يصعب جدا تحديد ملامحها. أنا خايف أقول إنها تكون حالة من الفوضى، إنما قطعا حالة من عدم اليقين. قطعا هي دي الفوضى الخلاقه اللي كانت عليها كونجريس؟ لا لا لا، ده سيبك من الكلام ده، كلام يعني كلمات بتتركها في الجرايد احنا من نرددها. لا، مش فوضى، هي فوضى حقيقيه مش خلاقه، فوضى هتكون هدامه مش خلاقه في الحقيقه، وانا لا اتمنى ان ده يحصل، انما قطعا هناك تخوف من عدم اليقين اللي يحدث في المستقبل، هذه مشكله حقيقيه. طيب هل تتوقع ان الرئيس مبارك يترشح مره اخرى اذا كان يعني؟ لا ده مؤكد طبعا يترشح. طبعا طالما الرئيس مبارك يعني زي ما هو قال، وراجل صادق في هذا، فيه يعني نفس وفيه يعني عرق ينبض، فسوف يترشح حتى آخر لحظة في حياته. وما هي فرصة السيد جمال مبارك يعني يكون رئيس المجلس؟ أنا أعتقد أن جمال مبارك، هناك الكثيرين في الحزب الوطني وفي الدولة وفي بعض الأجهزة ربما يسعون لكي يكون جمال مبارك هو المرشح، إنما أنا تقديري طبعا ده كلام يطول الحديث فيه، أن في النهاية أنا أعتقد أن فرصة ضعيفة جدا جدا. حقيقة. ومن مين اللي يعني فرصه قويه بعد رئيس مبارك؟ اذا استمرت الاوضاع على ما هي عليه في مصر، فانا اعتقد بنسبه 90% لا بديل الا القوات المسلحه، لان يكون في فراغ حقيقي في مصر، وبالتالي لن يحل الا كما هي العاده في مصر وفي اي حته في الدنيا الا القوات المسلحه. هيكون طبعا هذا حل مؤسف، ولكن هي القوه الوحيده القادره على حمايه الامن والنظام وعلى حمايه الدستور اذا سادت حاله من الفوضى. طيب بالنسبه لموقع الاخوان والتيار الاسلامي في التغيير يعني السلمي الديمقراطي الذي يطالب به حزب الجبهه والليبراليون والحركه يعني المعارضه، يعني هل الاخوان سيكونوا اضافه للعمل الديمقراطي ام ان مواقفهم يعني تثير الشكوك؟ لا، الاخوان هم امام دلوقتي اختبار، اما انهم يفلحوا في ان يطوروا انفسهم ويتحولوا بالفعل الى جزء أو فصيل من الحركة الوطنية المصرية متكامل معها متناسق معها، وإما أنهم ياخدوا جنب لوحدهم، وإذا حدث أنهم أرادوا أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من الحركة الوطنية المصرية عليهم أن يطوروا أنفسهم، يطوروا شعاراتهم، أولوياتهم، أهدافهم. يعني طبعا موضوع الإخوان كما سمعتم أنه أيضا هناك اجتماع عقد في مقر الجماعة وضم 30 شخصية عامة، منهم شخصيات يعني مهمة، ويعني هذا الاجتماع كان مخصصا يعني حشد الناس في مصر لطلب التغيير، وطبعا هذا تزامنا مع جمع التوقيعات، يعني الإخوان ينزلون بثقلهم إلى الساحة السياسية كما هو واضح. عندنا كمان حوار مع سيادة المستشار مرسي الشيخ، وهو نائب رئيس حزب الغد، وعنده آراء مهمة ونابعة من تجربته الشخصية في مسألة خوض الانتخابات وأيضا الخلافة في سدة الحكم. يعني ما هو السبيل لمحاربة تزوير الانتخابات أو منع تزوير الانتخابات في مصر؟ ما فيش غير أن القيادة السياسية الرئيس حسني مبارك يتدخل يقول لهم مش عايز تزوير، مش زي ما عمل في مجلس الشورى يقول لهم الانتخابات مش هتزور المرة دي وصوتكم هو اللي هيجيب النائب ثم تأتي الانتخابات تكون كلها مزورة في مجلس الشورى بمئات الآلاف من الأصوات
في سوها في المنفلوط واحد ياخد 200,000 يزوروا الواحد مسيحي عشان ينجح على عبد المنعم بيت تونسي رئيس لجنه حكماء في حزب الغد. وعبد المنعم التونسي راجل وقور، راجل محترم، رفض انه يعمل فتنه، لان لو عمل دوشه ممكن تعمل فتنه المسلمين ومسيحيين، فرفض سابها كده وخلاص. طب اذا لم تزور الانتخابات في رايك كيف ستكون النتيجه؟ النتيجه لن ينجح الحزب الوطني، لن تنجح الحكومه، لا تنجح الا بالتزوير. من الذي سينجح؟ المستقلون، مستقلون والاحزاب، يعني جماعه الاخوان مثلا، جماعه الاخوان وغيرهم من الاحزاب ومن المستقلون الحقيقيين البعيدين عن الاخوان. في مستقلين بعيدين عن الاخوان، مستقلين بحق وحقيقي. اذا كان هذا صحيحا، فهل من المنطقي انه نتوقع انه رئيس الحزب الوطني هو اللي يمنع التزوير؟ ما فيش حاجه هتتمنع الا بيه. الرئيس مبارك مسؤول، وهو الذي يجب عليه في ختام حياته الرئاسية وفي هذا العمر المديد، لا يجب عليه أن يعطي توجيهاته بعدم تزوير الانتخابات حتى تسجل له هذه النقطة في حياته السياسية. لا يجب عليه هو أن يوجه. بقول لحضرتك سنة 90 كانوا موظفين، ما كانش فيه أوضاع برضه زي دلوقتي كده، قاضي في اللجنة العامة بس، قاضي أصلي وقاضي احتياطي، ولا له أي ضرورة ولا له أي قيمة ولا له أي تدخل ولا له أي سلطة. وبالتالي الإشراف القضائي ليس يعني ضروريا لنزاهة الانتخابات؟ لا، الإشراف القضائي ضروري، بس الدستور اتعدل، وتعديل الدستور مرة أخرى مسألة صعبة. أنا بتكلم في حدود الحالي، الدستور الحالي، الدستور الحالي بيمنع إشراف قضائي كامل. المادة 88. المادة 88 اللي اتغيرت. فمقابل هذا أنا بقول ما بقاش فيه غير الرئيس. الرئيس عليه أن يتدخل وعليه أن يمنع. أتوقع أن يتدخل؟ والله أنا أتوقع، أنا عندي أمل فيه بعد ما تدخل في أزمة بيع فندق وأرض الأقصر. الجزيرة. الجزيرة، جزيرة آمون. وتدخله في أزمة المحامين والقضاء، وتدخله أيضا في إيه تاني؟ يعني في عدة قضايا، في عدة قضايا تدخل، ما كانش بيدخل عمره. حضرتك من شوية قلت إن هو وعد بأن تكون انتخابات الشورى نزيهة، وهذا لم يحدث. هذا لم يحدث فعلا، انتخابات طلعت مزورة خالص، مزورة على الآخر 100%، مش 90% ولا 95%، 100% زورت بالكامل. ونجح من لا يستحق النجاح، وسقط من لا يستحق السقوط. دي مسألة يسأل فيها الرئيس ومسؤوليته. تمام. طيب إذا انتقلنا إلى الساحة السياسية دلوقتي، والجمعية الوطنية وحزب الغد، طبعا حضرتك نائب رئيسه، يعني ناشط في هذا المجال، يعني بصراحة كده يبدو أن العلاقات يعني أقل ما نقول فيها أن هي صعبة، إن لم يكن يعني سيئة، بين أطياف المعارضة المصرية حتى المنضوية تحت يعني مظلة الجمعية الوطنية للتغيير. أنا ترى أن هذا يعني إلى جانب الحزب الوطني حضرتك انتقدته، يعني يشكل عاملا أساسيا في يعني الإحباط واليأس من حدوث التغيير؟ لا، هو ما فيش يأس، هي الحكومة متدخلة بشدة ضد دكتور البلدان بالذات. فتدخلها ضد دكتور البرادعي خلى بعض الناس تخاف انها تمضي معاه، انها تقترب منه، انها تتصور معاه، انها تقف معاه في وقفات احتياجيه او وقفات تضامنيه مع القوى الوطنيه الاخرى. لكن انا ارى ان ترشيح اكثر من مرشح لخوض انتخابات الرئاسه ضد الرئيس مبارك مما يسهل على الحكومة التزوير وتفتيت الأصوات. فأيمن نور مرشح، حمدين صباحي مرشح، دكتور الغزالي حرب قد يرشح، الأربعة اللي عينوا لهم في مجلس الشورى دول زوروا لهم في مجلس الشورى، حزب الجيل وموسى مصطفى موسى والناصري، ممكن تجمع، ممكن يترشح. ف
فيبقى في تفتيت. انا رايي ضد الترشح في الانتخابات، ضد انا مش عايز يبقى في اكثر من مرشح، عايز القوى السياسيه والاحزاب السياسيه تتفق على مرشح واحد يخوض الانتخابات امام الرئيس. هل هذا سيمنع التزوير؟ الى حد ما. ولكن الدكتور البرادعي نفسه يطالب بمقاطعه الانتخابات ويعتبر ان المشاركة ستوفر غطاء شرعيا للنظام وديكورا ديمقراطيا لعملية فقدة الشرعية. أعتقد أن هذا رأيه الآن، لكن على ما تيجي سنة 2011 ونخوض انتخابات مجلس الشعب في 2010 حتتغير الصورة. إن هو ربما يشارك، يعني ربما يشارك، يعني بأي وسيلة، لأن انتخابات مجلس الشعب القادمة في 2010 ستوضح الصورة الحقيقية. هناك من يرى ان انتخابات مجلس الشعب ستكون يعني نسخه من الشورى، يعني ما هي لو كانت نسخه منها يبقى الدكتور البرادعي يصمم على رايه في الحاله دي، يصمم على رايه انه لا يخوض انتخابات، واحنا هنقول لايمن نور ما تاخدش الانتخابات، وهنقول لحمدين صباعي ما تاخدش الانتخابات في ظل هذه الظروف. اذا زورت انتخابات مجلس الشعب بهذه الصوره او بجزء منها، الصوره 100% بيه مزوره 100%، ناس تاخد 120,000 صوت، منين دول؟ ايه اللي يخليك تعتقد انه انتخابات مجلس الشعب ستكون مختلفة يعني، وبالتالي ممكن البرادعي يغير رأيه؟ هي مجلس الشعب إلى حد ما دوائر محدودة، سهل الـ 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 سهل الـ التضييق عليها والقرب منها، ولهذا فمجلس الشعب محدود شويه، انما مجلس الشورى 3 دوائر 4 دوائر محافظه على بعضها فيها كرسي، محافظه على بعضها فيها كرسي، لا يستطيع المرشح ان يمر على هذه اللجان. اما في مجلس الشعب فمن السهل ان يمر المرشح على اللجان، يعني احنا عندنا في السيده زينب 12 لجنه 12 شياخه، من السهل ان انا امر عليهم اوزعهم كل يوم شيختين في اسبوع واحد، اخلص مره امر عليهم، وفي الاسبوع الثاني امر عليهم، وفي الاسبوع الثالث امر عليهم، والرابع تبقى الانتخابات. استطيع، اما في مجلس الشورى فلا استطيع، وخاصه ان المرشح بيبقى في شياخه واحده من هذه الشياخات العده، ما يقدرش يغطيها كلها. ولكن بدون اشراف قضائي يعني هل يمكن ان تاتي الانتخابات يعني؟ لا 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 لا، بدون اشراف قضائي لا انتخابات حقيقيه، لا انتخابات. اذا كان زورت في الاشراف القضائي، في ظل الاشراف القضائي القضاه زوروا، القضاه شافوا التزوير وسكتوا وزوروا بعضهم، والكلام ده طلع في تقارير نادي القضاه وفي تقارير منظمات حقوق الانسان. فاحنا بصراحة كيف يعني ترى مستقبل يعني حركة التغيير في مصر؟ هل سينجح البرادعي والجمعية الوطنية في إحداث التغيير، أم أن يعني ربما يعني من الواقعي أن نقول أن الحزب الوطني مستمر في يعني في حكم مصر إلى يعني أن يقدر الله أمرنا؟ أنا بعتقد أن التغيير قادم، لكن مش بالسرعة اللي عايزها الدكتور البرادعي، مش لحد 2011. تغيير سيتجاوز مرحلة 2011، تغيير هيوصل، رئاسة الجمهورية هتتغير سنة 2017 مش 2011. عبر هذا النهج اللي هو عبر هذا النهج التوقعات تكفي في رأيك؟ تكفي لغاية 2017 مش 2011. ولكن حتى 2017 وعليكم طبعا خير إن شاء الله. طبعا هذا كلام ليس جديدا، ولو تذكرون أن السيد جورج إسحاق كان في البرنامج ونقل عن السيد الرئيس قوله أنه ينوي افتتاح الجامعة اليابانية في مصر عام 2017. عموما طبعا هذا شيء يعني يعلمه الله، ولكن ما رأيكم أنتم؟ هل فعلا مفيش حل والحكومة هتزور الانتخابات كما فعلت في مجلس في انتخابات الشورى، أم أنها فعلا ربما تستجيب ويكون هناك إشراف يعني قضائي، أو على الأقل لا يكون هناك تزوير في انتخابات مجلس الشعب؟ هل التغيير
أصلا يمكن أن يحدث عبر الانتخابات، أم كما قال البعض أن يعني الانتخابات لا تصلح أصلا أن تكون وسيلة للتغيير في مصر في ظل هذا النظام؟ ما رأيكم في التقارير التي تحدثت حول ما زعمت أنه تدهور لصحة السيد الرئيس قد لا يمهله طويلا؟ ما رأيكم فيها؟ هل هي في رأيكم تقارير صحيحة أم أنها مغرضة وتهدف إلى ابتزاز مصر سياسيا كما قال المتحدث باسم الرئاسة، وأن الرئيس والحمد لله في صحة جيدة جدا؟ ما رأيكم في التكهنات حول أبرز المرشحين لخلافته؟ من منهم في رأيكم يملك فرصة واقعية أكبر من غيره ليكون هو رئيس مصر المقبل؟ وما رأيكم في حملة جمع التوقيعات؟ هل هي بعد أن تخطت 250,000 هل ستصل إلى 1,000,000؟ وإذا وصلت إلى 1,000,000 أي فرق ستصنعه على الساحة؟ أم أن بالنسبة لهذا النظام لا 1,000,000 توقيع ولا 10,000,000 توقيع يمكن أن تفرق معاه يعني؟ ولماذا شاركتم أو لم تشاركوا؟ هل أنتم خائفون من المشاركة؟ لماذا أنتم خائفون أو غير خائفين؟ نريد أن نسمع منكم في الجزء الثالث من البرنامج بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، نرحب بكل أرائكم الموضوعية مهما كانت، ولكن هذا البرنامج لا يسمح بالتجريح الشخصي أو السب أو القصف ضد أي إنسان سواء كان وزيرا أم غفيرا. معانا الأخ محمود من صعيد مصر، أهلا بك وأهلا بأهل الصعيد. تفضل. حضرتك موقف حكمها او سمعت تغاب على حكمها ناس كتير، تيارات كثيرة. الصوت مش واضح يا اخ محمود. الصوت، طب معلش حاول تتصل مرة ثانية لانه معلش الصوت مش واضح من المصدر. مصطفى من القاهرة تفضل. ايوه اتفضل. انا عايز اوضح حاجتين مهمين جدا. اتفضل. ممكن؟ اتفضل. هو انت حضرتك اتكلمت على 5 مرشحين احتمال، منهم 3 من النظام و2 ليبراليين وشخصيه عسكريه. انا عايز اقول لسيادتك فكره مهمه او حاجه مهمه جدا. اتفضل. اي شخص يجي من نفس النظام يبقى ما يهمش، يجي جمال، يجي ابن صفوت، يجي عمر سليمان، يجي صفوت، ده كله في نفس النظام فيصبح الفكر واحد. لكن انا لما بقول تغيير يبقى بيجي حاجه ثانيه خارج النظام، لما من اليساريين، لما من الاخوان، لما من الليبراليين. فلذلك احنا ما بنخشش في مشكله مين اللي في النظام يجي، لان اللي هيجي في النظام هو هيحقق اهداف النظام، وبالتالي ممكن يكون جمال احسن من صدف، جمال بقى احسن من عمر. فممكن نجيب لنا واحد زي صدام حسين من العسكريين. الحاله دي تبقى مصر كلها خرجت في ايه؟ في داهيه. وبالتالي احنا المشكله فعلا مفروض ان احنا النظام يختار لنا شخص اذا كان بيحب هذه البلد ويعرضه على الناس قبلها بمده، ندرس تاريخه ومدرسته في اعدادي وفي الثانوي واسلوبه السياسي وفكره، لكن هنفوجئ بواحد بشخصيه مره واحده واحنا ما لناش اختيار، دي مشكله كبيره جدا، دي واحده. 2، احب اوضح حته مهمه قوي انت حضرتك اتكلمت عليها في بالنسبه لامريكا. امريكا مش مصلحتها الدول العالم الثالث ان يكون في ديمقراطيه. ليه؟ طيب يا اخ، يا اخ مصطفى معلش خليني اسالك، انت حضرتك من القاهره، هل انت شاركت في حمله في التوقيعات؟ هل وقعت على المطالب 7 او لا؟ اقول لسيادتك بقى كلمه دي حته مهمه جدا. دي انا طبيعه عملي اذا وقعت ووثق باسمي في مكان معين ممكن اتضرر ضرر جامد. انا اعرف ناس كتير جدا عاوزه توقع لكن طبيعه عملهم في الحكومه وفي الدوله ما تقدرش توقع، لان هم 100% المباحث بتعرف مين ده. انت خايف من العواقب يعني؟ لا، اي واحد خايف. لكن انا عاوز اقول لسيادتك حاجه، سيادتك ترامكو
في اسبانيا لما كان دكتاتور وحكم، وجه في يوم من الايام في الاخر اكتشف ان لو جاب اي حد هيضر اسبانيا. طيب شكرا جزيلا، معلش عشان عندي اتصالات كتير، انت حضرتك خايف من المباحث عشان كده ما وقعتش، هذا موقفك. عندنا الاخت عائشه من مصر، اتفضلي. طيب راح الخط. الاخ حسن من المحله الكبرى، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. اتكلم؟ اتفضل. انا حسن الزب مقلد من المحله الكبرى. اهلا وسهلا. ابني محمد حسن اخذ حكم 3 سنوات في احداث 6 و7 ابريل 2008 بالمحله الكبرى. نعم. وفي هذا من هذا المكان احيي السيد مأمور سجن طنطا العمومي والسيد رئيس المباحث والسادة اعضاء المباحث. طب معلش يا اخ حسن، بس يعني خلينا في موضوع البرنامج دلوقتي. انت سمعت الاسئله اللي احنا طرحناها، التقرير حول صحه السيد الرئيس، المرشحون للخلافه، موضوع التوقيعات، قول لنا ايه رايك في الحاجات دي بسرعه. والله طب زي بعض يعني ارجو من سيادتك يعني تسمعني دقيقتين بالظبط عشان اكمل حديثي، بس لو تكرمت يعني. معلش بس في موضوع البرنامج، لان احنا يعني عندنا موضوع محدد بنتكلم فيه. طيب شكرا جزيلا، معانا اخ ضياء من مصر، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا اخي بالنسبه لسؤالك الاول انه من يصلح في هؤلاء، ولا واحد، مع احترامي الشديد للجميع، ولا واحد من المطروحين هؤلاء. يتولى احد العسكريين؟ نعم يتولى احد العسكريين، فيه عسكري. يعني البلد اصلا انت عارف تاريخيا كلما مرت مصر بازمه من عبر تاريخها من 7000 سنه كان العسكريين هم الحل. والعسكر طبعا اي رئيس بيتولى الرئاسه او القياده او المملكه او البلد لابد كان سلطته في مصر لابد يكون عنده خلفيه عسكريه، لانه مصر دايما في منطقه مضطربه ومنطقتنا كلها مضطربه وانت عارف، فبالتالي لابد انه الرئيس يكون عليه مسؤوليات عسكريه اولا. اذا من جيش من مؤسسه جيش لم ياتي من المؤسسه العسكريه فهو يعني بيكون مرفوض من الشعب في الغالب. طيب معلش بس في النقطة دي، معلش هناك من سيقول لك انه ما احترمنا طبعا للمؤسسة العسكرية هناك، وكما طرح المتصل السابق قال لك ممكن يجي لنا واحد زي صدام حسين، يعني بكلام اخر واحد يعمل ديكتاتورية عسكرية ومحدش يقدر يفتح بقه، وساعتها الناس يترحموا على عهد السيد الرئيس حسني مبارك ويقولوا كان عندنا حرية وكنا بنتكلم وما كانش عاجبنا. يا استاذنا الفاضل، اولا مصر طبيعه ارضها وطبيعه شعبها لا تسمح بقيام دكتاتوريات. الدكتاتوريات دي ادعاء اي حد في اي وقت. احنا كنا عندنا دكتاتوريه، انت عارف عندنا في الصعيد عندنا الدواوير وعندنا الاجتماعات وعندنا في البنادر وعندنا الاماكن، حتى في الفلاحين، حتى في المدن. يعني هذا احنا بنبطل كلام، احنا المصريين بالذات على القهاوي على ده، انت كراجل مصري تعرف انه احنا شعبنا بيبطل كلام، بيبطل نقد، بيبطل احنا عندنا في المجتمع فيه ازمه، احنا علينا ان نسعى الى تفكيك، كسياسيين علينا ان نسعى الى تفكيك الازمه. الناس كلها بتصرخ، الناس كلها بتشكي، الناس كلها بتبكي، كبيرها وصغيرها. بالتالي فعلا احنا في ازمه حقيقيه، ما فيش حلول متقدم. انظر الى الحكومه بتقدم حلول ازاي؟ يعني لما يجي يقول لك ازمه ميه، دي هيئه صناع ازمات، لما يجي الازمه بيستثمروها وبيتاجروا فيها، لما تيجي ما تقوليش ازمه اقفل الصنبور ولا طفي الكهرباء، روح عندك مخرات السيول، احنا بنخسر كام مليار متر مكعب في مخرات السيول وبنرميها طيب على البحر المالح، فبدل كده ما انت تستفيد منها ميه السيول دي. اين ما عملتش 5 6 مفاعلات. طيب هو طبعا معروف الكلام عن الازمه، وتاكيدا لكلامك كان هناك خبر منشور في جريده الاهرام، يعني الجريده الحكوميه الاولى، انه 83.9% من المصريين يرون ان الشباب يعيشون حاله من الظلم والقهر والضياع، هذا بناء على دراسه ايضا حكوميه، يعني هذه ارقام الحكومه ان الشباب في ضياع وظلم وقهر، هذا ما تقوله وتقر به الحكومه. معانا كمان الاخ من كفر الشيخ، اخ احمد. الو، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتكلم؟ اتفضل. اود ان انا اقول رايي وبرؤيه كده للوضع السياسي في مصر. الوضع السياسي في مصر مثل غيرها من البلدان الناميه. مؤسسه الرئاسه عباره
واسمح لي في التعبير، عن حظيرة من لا الدجاج. لا 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 لا، احنا قلنا ممنوع التجريح وممنوع السب والقذف في هذا البرنامج، يعني قول رأيك بموضوعية بدون أي تجريح لو سمحت. سامحني، هذا الوصف الذي وصفته لا يسمح إلا بوجود أديك الأب وأديك الإب، أو من يرضى عنه أديك الأب. وكل ما يقال الآن هو ضرب من الأحلام. كان يمكن للرئيس مبارك أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه لو اكتفى بفترة أو فترتين أو ثلاث فترات، ثم أراد كمواطن مصري مخلص أن يضع مصر في قائمة الدول الديمقراطية، ولكنه لم يفعل. فما يحدث الآن على الساحة المصرية محكوم بالدستور، والدستور لا يسمح إلا من يرضى عنه حظيرة الرئاسة فقط. طيب شكرا ليك، ويعني ننبه مرة أخرى لن نسمح بأي لفظ أو أي تجريح لأي إنسان في هذا البرنامج. الأخ محمد موسى من ألمانيا، اتفضل. محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ خالد؟ اهلا وسهلا، اتفضل. والله يا بيه، اللي انا عاوز اقوله، اي واحد من النظام الحالي، يعني اللي انت ذكرتهم كلهم اللي في النظام، بغض النظر عن السيد جمال مبارك، كلهم ناس مسنين، يعني ده من ناحيه. وبعدين هم متشربين من النظام، يعني ما فيش تغيير خالص بالمعنى الحقيقي. فبناء عن كده انا بناشد الشعب المصري يكونوا يقفوا وراء الدكتور البرادعي، حتى لفتره تغيير، لفتره وضع اسس ديمقراطيه، انشاء مؤسسات اللي هي معدومه في مصر حاليا. يعني الحاجات دي كلها عاوزه تنظيم بتاع واحد زي الدكتور البرادعي مثلا، راجل قانون. وممكن، ولكن الدكتور البرادعي ليس مرشحا، وحسب المعطيات الحاليه لن يكون مرشحا، فازاي ينجح وهو ليس مرشح اصلا؟ احنا بنقول، انا مش سامع سيادتك. يعني الدكتور البرادعي ليس مرشحا في الانتخابات. ايوه انا بقول لو نقف وراه ويكون مرشح، يعني ما هو ده الحل الوحيد. مش سامع سيادتك انا. طيب شكرا جزيلا ليك. تعالوا نبص على الكاريكاتيرز اللي عندنا هذا الاسبوع. الوطني بيقول للمساعد، الحزب الوطني بيقول للمساعد اللي هو المخرج، يعني بيقول للمساعد كلاكيت ايه يا ابني، استنى لما نجيب الكومبارس الاول، هذا على مسلسل بيصوروا مسلسل اسمه التوريث. عندنا مطرب هو الحزب الوطني كمان بيغني، والناس مش عاجبهم اللي بيغنيه عليهم، وبيقولوا له حرام عليك، وهو بيقول اقعد يا واد لانزل اكسر دماغك. ده الشعار المعروف للحزب الوطني، فكر جديد وعبور للمستقبل. ورسام الكاريكاتير عمله فكر جديد وعبور للآخرة بسبب تزايد حالات الانتحار في مصر. ده موضوع ارتفاع فواتير الكهرباء، المحصل رايح ياخد الفاتورة، فالمواطن بيقول له تسهلوا معانا شوية، أنا لسه جاي من القسم وكهربوني هناك مجانا، في إشارة إلى موضوع التعذيب طبعا. ده الموضوع محادثات السلام العربي، المفاوض العربي متعلق بالساقية، وبالتعليق اقلع غمك يا ثور وارفض تلف، اكسر تروس الساقية واشتم وتف، البس خطوة كمان وكمان يوصل نهاية السكة، يا البير يجف الراحل العظيم صلاح جاهين. أخيرا صورة الأسبوع دي، هذا هو الناشط أحمد أبو دومة الذي حكم عليه بالسجن لثلاثة شهور هذا الأسبوع، وهو هنا يشارك في مظاهرة ضد التعذيب. طيب نكمل الاتصالات. مين معانا؟ مصطفى من السعودية، تفضل. راح الخط. عاطف من ألمانيا، تفضل. عاطف تفضل. مساء الخير يا استاذ خالد. اهلا وسهلا يا استاذ خالد. انا عندي اقتراح، يعني الدوشه دي فضلنا نتكلم فيها اكتر من مره. الاقتراح بتاعي، انا اقترح ان رئيس الجمهوريه استقال حاليا لاسباب صحيه، وده بيعتبر الشيء اللي هو بيغسل بيه الوجه بتاعه، لان رئيس الجمهوريه اعطى وعود كثيره للشعب ولم ينفذ اي واحد فيها.
دي حاجة. الحاجة الثانية مش معقول لا البرادع ولا غير البرادع يحكم البلد، لأن إيه سيادتك لما يكون عندك شركة ويجي مدير جديد مش عارف الشركة دي شغالة إزاي، مش عارف يحكم الشركة، فلازم يجي مجموعة، يجي واحد من مجموعة مبارك ونعلمه الطريقة اللي احنا عايزينها، والأحزاب تقوى، لأن أي واحد يجي جديد هيخربط الدنيا، البلد في فوضى. أنا كنت محاضر. طيب يعني أنت تتحدث عن إن واحد من النظام، وهذا ما يقوله الكثيرون، إن النظام يتغير من الداخل، يعني يجي شخص من النظام ولكن يستجيب على الأقل جزء كبير من مطالب المعارضة، وبالتالي يتم الإصلاح من الداخل، هذا ما تقوله أنت. وهناك أيضا ما يقول أن هذا يمكن أن يسمى توريث، يعني داخل النظام، بدل ما يبقى توريث عائلي يبقى توريث داخل النظام. طيب معنا أحمد من مصر، شكرا ليك. معنا أحمد من مصر، تفضل. ألو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. شوف يا أخي، أنا أقول لك حاجة، جمال مبارك مش يحكم مصر إلا على جثث المصريين. ليه يعني؟ إيه يعني أنت ليه ضده يعني؟ طيب هذا الخط راح. أبو محمد من قطر، تفضل. مرحبا. أهلا وسهلا. أولا تحية للشعب المصري قاطبة، يعني الشعب المصري شعب صمد في أزمات أكثر من هذه. وأنا مش عارف ليش في أندر استميت يعني الشعب المصري. اللي حاصل أشوفه على الساحة الآن هي عبارة عن مسرحيات بسيطة، لكن ما تنطلي على الشعب المصري. الشعب المصري شعب أول شيء مثقف، شعب مرابط، شعب قوي، شعب منتج، شعب أنتج من أفضل ثروات البشرية. لما تشوف ناسا الفضائية من يديرها، لما تشوف أطباء العالم من أفضل الأطباء، طبعا الشعب المصري من أفضل المهندسين. الآن اللي جالس يحصل هذه تحصل مسرحية بسيطة من شوية ناس للأسف هم نموذج شريحة بسيطة عن القيادات العربية، يعني لا أكثر ولا أقل. شكرا جزيلا لحضرتك. معنا مصطفى من السعودية، اتفضل. يا ريت باختصار لأنه في ضغط علينا في الاتصالات. فصل. احمد من السعوديه كمان. يا فندم، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعتك، كنت عايز اشارك بس. اتفضل. بالنسبه لموضوع التغيير دوت، الموضوع التغيير ده لازم التغيير يتم، التغيير ده مش تغيير، الشخصيات الموجوده دي مش تغيير، ما فيش الا الشخصيه المختلفه الوحيده، بقيه الشخصيات مش تغيير. ايمن نور خد 500,000 صوت في حالة عدم وجود مرشح تاني، يعني حضرتك انت ايه، ده تصويت زي ما تقول كده اعتراضي، لان كانوا مرشحين من الاحزاب. طب انت مين رايك، مين المرشح المناسب في رايك، مين المرشح اللي انت تأيده؟ المرشح المناسب في المرحله دي ممكن يكون البلدي، حتى لو ما كانش هو نفسه مرشح في الانتخابات. حتى لو ما كانش مرشح في الانتخابات، يعني انتخابات ايه، هم يعني هم، انت متخيل حضرتك ان هم هيعملوا تغيير ويغيروا قوانين ويعملوا كل ده؟ مش هيعملوا الكلام ده خالص ولا يغيروا شيء. طب هل انت وقعت على البيان اللي هو الموجود في الانترنت، انت بتأيد البرادعي، هل وقعت على المطالب بتاعته؟ وقعت على البيان، وفرحت جدا بانضمام الاخوان، لان الاخوان كتله قويه جدا وممكن تساعد اي حد. والاحسن من كده، من موضوع ان انت توقع على البيان او متوقعش على البيان، ان دلوقتي بقى في ائتلاف معارضه، ده كنا احنا مفتقدينه. طبعا هو يعني الجمعيه الوطنيه للتغيير يعني فيها كمان مشاكل زي ما معروف. عموما شكرا ليك. سامح من بريطانيا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا. تحيه طيبه استاذ خالد على هذا الحوار الممتع. شكرا. باختصار شديد بالنسبه للتغيير في مصر، اولا انا عضو الجمعيه الوطنيه للتغيير في بريطانيا واحد اعضاء جروب الدكتور البرادعي على الفيسبوك. التغيير في مصر لن يتم الا باراده المصريين، لازم توعيه واراده قويه للمصريين. ما يدار في غرف خلف الغرف المغلقه لتسميه اسم من يحكم مصر هي اهانه ل 90,000,000 مصري ومصريه. ماذا يعني كل الكتب، كل المصادر التي كتبت عن توريث الحكم وعن مرشحين باسمائهم هي اهانه لشعب مصر. كيف يستطيع فرد بلغ من العمر 83 سنه يعني طبيا وعلميا وانسانيا لا يقدر على ممارسه مهام الرئاسه، لماذا يتمسك بهذا الكرسي؟ اهانه لهذا الشعب. هل مصر عقمت من الرجال حتى يمسكها المرضى؟
لابد أن يثور الشعب ثورة سلمية ويدعو إلى تغيير الدستور. هذا ليس قرآن يتلى، الدستور المصري الذي يقولون لا تعديل للدستور. لماذا لا يعدل الدستور؟ لقد تم تعديل الدستور في 2004 قبل انتخابات الرئاسة من مدرسة المساعي الحميدة في المنوفية، فلماذا لا يعدل الدستور حتى يتم ترشيح الدكتور البرادعي؟ هل في أحد في قامة الدكتور البرادعي من النظام؟ النظام فاسد ولا بد من تغييره. طيب شكرا 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 لك اخ سامح. طبعا التصحيح، طبعا هو الدستور عدل في 2005 مش 2004، وبعدين عدل مره اخرى في 2007. معانا مين تاني؟ مجدي من فرنسا، اتفضل. راح الخط. محمد كمان من فرنسا، اتفضل. الو يا استاذ خالد، اهلا وسهلا، اتفضل. كنت عاوز اقول لحضرتك بس على نقطة، يعني من نسبة ان هم يغيروا الدستور او هم يوافقوا، يعني الحكومة نفسها هي اللي تبادر بده او هي اللي توافق عليه. انا شايف يعني ان حضرتك لو يعني مثلا افترضنا لو التغيير ده حصل هيتم محاسبة، يعني يتم محاسبة وكشف حساب عن كل اللي فات، وده طبعا بالطبع هم مش عايزينه. يعني اعتقد دي نقطة. في نقطة كمان، انت حضرتك عارف ان السلطة عندنا يعني في بلادنا العربية ليها بيلمان وليها يعني، فانا بتهيالي الوحيد هم يعني ما لهمش مصلحة في التغيير. طب انت يا اخي محمد، لا في نقطة وقعت كمان على المطالب السبعة؟ طبعا وقعت، يعني اضعف الايمان. وهل شايف التوقعات يعني كفاية ان هي تحدث التغيير؟ نونو لا لا حضرتك، هم مش هيدوا يعني بطريقه سلسه سليمه بالرضا، هم مش هيدوا التغيير للشعب بالرضا يعني بارادتهم، ولا حتى لو ملايين التوقعات يعني اعتقد. طيب شكرا جزيلا ليك. معنا زكي شريف من المنيا، اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم يا باشا. اهلا وسهلا، اتفضل. على كل حال مبارك، احسن رئيس جمهوريه حسني مبارك. انا سني 65 سنه، والراجل لمغضك مش هيشتغل لوحده، كل واحد لمغضك وزير يخاف الله. انما الرئيس انا شفت كذا مره سيدنا النبي هو اللي عينه، والله العظيم اللي عين سيدنا السيد حسني مبارك رسول الله وربنا، وربنا يبارك في عمره ويديله 120 سنه علشان خاطر بكيه. طيب يا اخ زكي، هم قالوا لي انت قاعدين على القهوه ده تتفرجوا على اوراق مصريه، هل ده رايك لوحدك ولا راي الناس اللي قاعدين على القهوه معاك كمان؟ لا مش قهوه، انا في بيتي، انا في بيتي. طيب معلش اسف. طيب انت قول لي ايه السبب اللي بيخليك تعتقد انه السيد الرئيس هو احسن رئيس شافته مصر؟ عشان عشت نمطك في ايام جمال عبد الناصر والسادات. يعني ايه الانجاز اللي انت شايف ان هو يخليه يستحق هذا؟ يا سيدي الباشا كنا بننام على لمبه. نعم. النهارده الراجل الفقير اللي مغبك، الراجل الفقير النهارده عنده دش ومش دش ومش عارفين وتكييفه كله. مغبك بس هو ربنا يسترها ويبارك في عمر حسن مبارك. فانا شفت في رؤيا تعبنا كان في البلد اللي فيهم الجماعه السمر دول، القران وربنا قسم عدوه. طب وايه رايك في ان السيد جمال مبارك يكون يعني يا اخ زكي، ايه رايك ان السيد جمال مبارك يكون الرئيس المقبل بعد عمر طويل طبعا للسيد الرئيس؟ نعم. ايه رايك يكون جمال مبارك هو الرئيس المقبل بعد؟ اتمنى احد يعرف واحد ما يعرفوش. بس هل انت تعرف السيد جمال مبارك؟ وبعدين حد فيهم؟ والله ما اعرف حد فيهم. انا اعرفهم من سنه 60 بس معلش ماليش اختراف فيهم. انما انا بقى اقول انت في بيت حضرتك يا باشا تقدر تسيطر على اولادك؟ طيب بغض النظر انت يعني هل تعرف السيد جمال مبارك؟ انت بتقول لي نعرفه، لكن السيد جمال مبارك انت تعرفه؟ لا اعرف لمغبك، اعرف الناس دول من سنه 60 كان السيد جمال. طيب للاسف راح الخط، يعني احنا حاولنا نعطيه وقت اكتر لانه مش كل الناس يعني عندهم نفس كل الناس اللي اتصلوا بينا ما كانش عندهم نفس الراي. عماد من النمسا، الو اتفضل. يا السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم، اتفضل.
اولا يعني انا عايز اقول كلمه صغيره. اولا حسني مبارك لن يترك الحكم الا جثه هامده. للاسف الشديد يعني ابتلينا بمثل هذا الرئيس، رئيس يحكم اكثر من 30 سنه، يمسك بزمام قياده قوات مسلحه انفق عليها مليارات دولارات. حتى طيب بغض النظر عن هذا الموضوع، قول لي من هو المرشح المناسب ليكون رئيس مصر المقبل؟ في نظري انا يا اما الدكتور البرادعي يا اما عمرو موسى بعد استقالته يتفضل ويرشح نفسه لرئاسه مصر. طيب شكرا جزيلا. ناخد اتصال اخير. اشرف من بريطانيا، اتفضل بسرعه لو سمحت. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحقيقه يعني انا يحزنني الوضع اللي احنا فيه، ان النهارده قاعدين تايهين زي اليتامى اللي ما لهمش اب، بلد مش عارفه مين اللي هيبقى رئيسها والرئيس الحالي هيموت امتى، وحاجه الحقيقه محزنه. لو كانش الشعب، لو الشعب شايف اهميه هذا الكلام كان لازم يضغط، واذا كان الرئيس راجل شايف اهميه الكلام ده كان لازم يرتب، وحرام يسيبنا في هذا الوضع. دي نمره واحد. نمره اتنين، حضرتك كل ما نيجي نجيب سيره الدكتور البرادعي تقول انه مش مرشح، ما هو التانيين كلهم مش مرشحين. يعني النهارده ما فيش حد من اللي حضرتك ذكرتهم، ما فيش حد مرشح. نتمنى الدكتور، يتمنى الشعب المصري يرتقي لانه يفهم الدكتور البرادعي. يعني حاسس الشعب ده يعني مش قادر، مش هيقدر يتفاهم مع راجل عظيم زي كده. انا سمعته كتير وسمعت افكاره، افكار رائعه. طيب. النقطه الثالثه، ربنا يكرم. معلش للاسف الوقت انتهى، انا اسف. شكرا جزيلا لحضرتك. نذكركم بالفيسبوك، ننتظر مشاركاتكم، وطبعا كمان البريد الإلكتروني للبرنامج. وحتى الأسبوع المقبل، هذا خالد الشام مع فريق البرنامج يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.